السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 75. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. واذكر يا أيها النبي حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتوضحن للناس وتبينن لهم كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من الهدي ولا ما دل عليه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد ولم يلتفتوا إليه فكتموا الحق وأظهروا الباطل واستبدلوا بعهد الله ثمنا زهيدا كالجاه والمال الذي قد ينالونه في الدنيا، فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله تعالى. وهذا يتكرر في زماننا هذا، تجد بعض أهل الدين والعلم الذين يتصدرون المشهد ويظهرون على وسائل الإعلام يكتمون بعض ما أمر الله به ورسوله حتى لا يتعارض ذلك مع سياسات بلدانهم وحكامهم، وهذا يعتبر خيانة للعهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله السلامة والعافية. يقول تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تظن يا أيها النبي أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح والمعاصي ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير، لا تظننهم بمنجات من العذاب وسلامة، بل محلهم جهنم ولهم فيها عذاب موجع. فالعبد ينبغي عليه إذا أذنب ذنب أن يندم على فعل الذنب ويستغفر ويعود إلى الله، ولا يفرح بفعل المعاصي ولا يتفاخر بها زي بعض الناس هدانا الله وإياهم، يفعل الذنب ويخرج في اليوم الثاني يتفاخر ويحكي لأصحابه: أنا عملت كذا وعملت كذا وكنت سهران في المكان الفلاني، وفرحان بالمعصية. أو امرأة تفعل ذنب أو تعمل معصية ولما تقابل صاحبتها أو صديقتها تقول لها: أنا عملت كذا وكذا، وتعلنها للناس بعد أن سترها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الألباني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه فقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رواه الترمذي من حديث أبو هريرة. يعني الإنسان لما يعمل ذنب
يحدث يجي على قلبه نقطة سودة كده، علامة سودة زي نقطة الحبر الأسود مثلا. فإذا هو استغفر من الذنب وتاب، ربنا سبحانه وتعالى يرجع قلبه نضيف تاني وتروح العلامة السودة دي. وإذا رجع وعمل الذنب مرة واثنين وتلاتة، يجي على قلبه نقطة سودة جنبها نقطة سودة جنبها نقطة سودة، لما يصبح قلبه كله أسود، مفيش مكان نضيف من كثرة الذنوب والمعاصي. أسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقا وتدبيرا، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقصرا، لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده. ومن أكبر الدلائل والمعجزات والبراهين على وجود الله سبحانه وتعالى هو خلق السماوات والأرض. انظر حولك، انظر إلى السماء الدنيا وحجمها ومساحتها الشاسعة، كيف رفعها سبحانه بلا عمد، وكذلك الأرض كيف بسطها وهيئها للعيش. وأيضا اختلاف الليل والنهار، تلاقي مثلا في الصيف الليل قصير وفي النهار طويل، وفي فصل الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، كيف يتم ذلك في نظام بديع، وذلك منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها. وهذه السماء العظيمة التي تراها خاصة فقط بكوكب الأرض والمجموعة الشمسية، وهناك ملايين من المجموعات الأخرى الشمسية والكواكب لا نعلم عنها إلا القليل، فسبحان الملك الخالق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث عشان تعرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقات ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. يعني السماوات السبع اللي انت شايفهم دول، السبع سماوات، بالنسبة للكرسي كأنها حلقة، حتة حديدة، حلقة حديد زي خاتم أو دبلة مرمية في الصحراء. يعني تخيل خاتم أو دبلة مرمي في الصحراء ولا يمثل شيء. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن سبحانه وتعالى نفس الشيء، كأنها برضه هي نفس الحلقة في الصحراء. فسبحان الله. يقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، في حال قيامهم وحال جلوسهم وفي حال اضطجاعهم، ويعملون فكرهم في خلق السماوات والأرض قائلين:
يا ربنا ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثا، تنزهت سبحانك عن العبث، فجنبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحفظنا من السيئات. فذكر الله تعالى عبادة يسيرة جدا وأجرها عظيم، فعود لسانك على الذكر في كل حالاتك، وأنت جالس وأنت واقف أو ماشي أو راكب سيارة حتى أو مواصلات، سايب لسانك واقف ليه؟ حرك لسانك طول ما أنت قاعد، طول ما أنت ماشي حرك لسانك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويكفيك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تخيل مع كل سبحان الله وبحمده تتغرس لك نخلة في الجنة. وكذلك دائما نذكر هذا الشرف العظيم وهو قوله سبحانه وتعالى، يقول: فاذكروني أذكركم. كل ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه يذكرك في الملأ الأعلى، يقول: فلان ابن فلان ذكرني. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فإنك يا ربنا من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته، وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه. يقول تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا داعيا للإيمان وهو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: آمنوا بالله ربكم إلها واحدا، فآمنا بما يدعو إليه واتبعنا شريعته، فاستر ذنوبنا فلا تفضحنا، وتجاوز عن سيئاتنا فلا تؤاخذنا بها، وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات. يقول تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار، إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك. من فوائد الآيات: واحد، من صفات علماء السوء من أهل الكتاب كتم العلم واتباع الهوى والفرح بمدح الناس من سوء سرائرهم وأفعالهم. اثنين، التفكير في خلق الله تعالى في السماوات والأرض وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له عز وجل. ثلاثة، دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات. الآية رقم 187، كلمة فنبذوه يعني فطرحوه ولم يراعوه. الآية 188، كلمة بمفازة يعني بفوز ومنجات. كلمة باطلة يعني عبثا عاريا من الحكمة. الآية 191، كلمة فقنا عذاب النار يعني فاحفظنا من عذابها.
الآية 192 كلمة أخزيته يعني فضحته أو أهنته أو أهلكته، كلمة مناديا يعني الرسول أو القرآن الكريم، كلمة ذنوبنا يعني الكبائر، كلمة وكفر عنا سيئاتنا يعني أزل عنا صغائر ذنوبنا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.